وانت عارف فتحي كان كمان في الاكل انف قوي وبيقعد لك يعفرط اي حد بالوقت اللي كان بيقعد فيه. هنسمع الكابتن فتحي يقول لك ايه ونرجع تاني نتكلم معاك. وطبعا احنا بنتكلم النهارده على نجم من نجوم الزمالك كابتن غانم سلطان. الكابتن غانم سلطان يمكن تعرفت عليه في جيل السبعينات، من الناس اللي بتحمل حاجات كتير جدا جدا، ولا الناحيه الاخلاقيه والناحيه السلوكيه امتياز، عمره ما اخطا. الحاجه الثانيه ناحيه الصداقه، الصداقه دي جميله جدا جدا في الكابتن غانم، من الناس اللي كانت تحب دايما او بتعشق النادي الاهلي، يعني بدليل يمكن كنت انا والكابتن مصطفى عبده والكابتن خطيب والكابتن زيزو دائما في هذا الجيل كنا عند الكابتن غانم سلطان في المحل يمكن في شارع توفيقيه، وكنا دايما بنقعد عنده، كان بيقدم لنا فاكهه مش عايز اقول لك، وكان من الناس الممتازين الممتازين، يعني ما فيش بقى حته التعصب اهلي وزمالك، لا كنا اصحاب جدا جدا. وكان برضو الكابتن فاروق جعفر والكابتن خواجه، كنا بنقعد مجموعه، والمجموعه دي الكابتن غانم كان بيقوم بالترحاب بينا قوي. يعني بص، هو كابتن غانم يعني لو اتكلمنا على الناحيه الفنيه، هو كان بيلعب في حدود المتاح، حدود النهارده تطبيقات المدير الفني، يعني ما بيقدرش النهارده، ما عندوش حته الفلسفه، ما عندوش حته النهارده يعمل حاجه اوفر زياده عن شغله، لا كان بيلعب كاستوبر او كوسط ملعب، بيؤدي واجباته على ما يرام، بيؤدي واجباته هايله، وما كانش فيه بقى الاحتكاك والعنف والكلام من ده، كان لعيب تحس ان هو حتى في الباسنج في تغيير الملعب من اللعيبه الكويسين جدا يعني. لا بص يعني حته التدريبيه دي، واي مدير فني على فكره برضه بيبقى فيه علاقات، بيبقى فيه النهارده السمه الشخصيه للمدير الفني، بيبقى دائما النهارده استعداد المدير الفني لمواجهه كل الصعوبات اللي بتواجهه. يعني في صعوبات تواجه المدير الفني، ممكن يقول لك لا انا مش هشتغل في التدريب، ممكن يكون متوتر عصبي يقول لك مش هشتغل في التدريب، الناس بتشتمني، الناس بتهاجمني، وخلاص في واحد تاني بيتحمل هذه الامور. فالكابتن غانم يمكن هو برضه من المدربين ومسك قطاع الناشئين في الزمالك وكان كويس جدا جدا، ولكن حته التدريب ممكن يكون هو ما عندوش القابليه للتدريب، لان مش اي لعيب النهارده بيبقى عنده قابليه التدريب، ممكن يبقى فيه الاداره، ممكن يشتغل في اي جوانب تانيه في الكوره، ولكن حته التكتيك بقى والمدير الفني وكلام من ده ممكن مش اي لعيب النهارده اعتزل يقدر يشتغل في المدير الفني. لا الكابتن غانم يمكن من الحاجات الجميله جدا، احنا كنا في منتخب مصر، سوا، واتحاد الكوره يمكن ورانا اهو، وكان الكابتن جندي رحمه الله عليه، واحنا كنا دائما زي ما قلت لك انا والكابتن فاروق والكابتن خواجه والكابتن مصطفى والكابتن خطيب والكابتن زيزو كنا بنروح عند غانم نسهر، يعني نسهر مش نسهر مثلا الساعه 2 3 يعني في حدود الساعه 10 11، وكنا بنرجع على اتحاد الكوره لان معسكرنا كان في اتحاد الكوره. كابتن جندي رحمه الله عليه اشتكانا لي، كان الاستاذ حسن الساده يمكن كان نائب رئيس اتحاد الكوره في هذه الايام، اشتكانا قال له حسن بيه في مجموعه من اللاعبين بتيجي متاخره ومش ملتزمه وي وي وي، وذكرنا احنا بقى الاسامي. فانا حتى يمكن تحمست كده وقلت له يا غانم الفاكهه اللي احنا بنجيبها بالليل مين اللي بياكلها؟ مين اللي بياكلها يا غانم؟ فطبعا كلهم ضحكوا، قلت له يا كابتن جندي ده غانم بيجيب حتى الفاكهه وبنقعد ناكلها سوا يا كابتن، احنا بنسهر فين؟ بس يا كابتن جندي. فطبعا حسن بيه الساده قال لي يا ولد يا فتحي عيب كده، قلت له يا حسن بيه انا بقول لك الحقيقه، قلت له بقول لك الحقيقه ان احنا كنا فعلا غانم بيجيب لنا الفاكهه وكنا بناكلها سوا. كابتن غانم يمكن انا كلمته قبل البرنامج، والله بكلمك كنت كلمته قبل البرنامج وبطمن عليه، وهو من الناس اللي يمكن اختارتني ان انا اتكلم عنه، فتمنياتي دائما بالصحه والعافيه للكابتن غانم، لانه من الناس المحترمين، الناس المؤدبين، الناس اللي عنده عشق دائما للصحبيه وعنده عشق للزماله، ودائما في المناسبات بيبعت لي وانا ببعت له، فربنا يديله الصحه ويديم عليه الصحه والعافيه ان شاء الله. هتقول ايه بقى للكابتن فتحي؟ فتحي عوروك ده حبيب قلبي، وبعد كده ساكن معايا هناك في المهندسين وعلى طول ده اقرب واحد ليا، وعلى طول بشوف نادي الزمالك بيجي، وكان يقعد معايا وانا ماسك قطاع الكوره في النادي، وكان يقول لي انا جايب لعيبه كويسه شوفها، يعني حتى بيجيب لنادي الزمالك وبيجيب للنادي الاهلي كان في الوقت دوت، فقريبين جدا احنا من بعض. وفتحي مبروك كان يعتبر من احسن اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي في الوقت دوت، وكان من الناس القريبين مننا جدا يا مصطفى واحنا في منتخب مصر طبعا، فالواحد يفتكره بكل خير، ويا رب ربنا يوفقه دايما. امين فتح. يا رب. طيب انا معايا واحد حبيبك قوي وعديلك، وهو كمان من الشخصيات الجميله قوي، وكان لعيب جامد قوي في الملعب ومدرب جامد، وربنا يوفقه في اللي هو فيه دلوقتي، دكتور محمود سعد. شوف محمود بعت لك رساله من الغربيه، هو تعرف بي مسك هو كابتن كابيتانو
اللي هو وطلعوا منها بسم الله ما شاء الله طلعوا نجوم. اللي هو المفروض يعني يطلع منها، او هو ده اللي امل يعني، بيلف كل محافظات مصر. الهدف منها ان هو يطلع زي النني وزي صلاح يعني. بالظبط. لا مصر مليانه. والله مصر مليانه، وبالذات في الكوره، ولادها مش في الرياضه بس، ده في كل المجالات اللي موجوده على مستوى، وبالذات في المحافظات.